القراء واقرؤوه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل بلا تمطيط زائد وبلا هذر يخل بالمعنى. اجتهدوا في تلاوته وحبره كما وتحبيره كما حبره الصحابة، كما قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. والمقصود تزيين الصوت به دون تكلف وعناء، ثم العمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فلنتعاهد القرآن بالحفظ والتلاوة، فإنه أشد تفصيا وتفلتا من الإبل من عقولها. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا. جاء في الحديث الطويل، حديث أبي مالك الأشعري، جاء فيه: والقرآن حجة لك أو عليك. فاحرص يا عبد الله أن لا يكون مهمتك في القرآن، أن لا تكون مهمتك في القرآن تلاوته في المآتم والتشدق به في الحفلات وفي المآتم وفي الولائم وفي الموالد البدعية، فإن ذلك كله من البدع المحرمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. لم ينزل القرآن لهذا، لم ينزل القرآن لتجعله حجبا لك في سياراتك وبيتك، ويلبس للنساء الحوائض والنفساء ونحو ذلك. كل ذلك من الخرافات والبدع التي يتلاعب فيها بكتاب الله جل وعلا. لم يجعل القرآن ليستخدمه الرقاة للمتاجرة وأكل أموال الناس بالباطل. فانتبه يا عبد الله، واعرف لماذا أنزل القرآن، وما هو واجبك نحو هذا القرآن. اعتني به حق العناية، واقرأ لوجه الله تعالى، وأكثر من القراءة، ونظم وقتك بقراءة جزء على الأقل في كل يوم. فإنه يقال لمن يقرأ القرآن ويعتني به في درجات الجنة: اقرأ وارقى ورتل، فإنه تنتهي بك الدرجات حيث انتهيت من القراءة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على كتاب الله عز وجل، واعتنوا به حق العناية، وارعوا حقه حق الرعاية، ولا يكون نصيبكم منه ترداد ألفاظه دون فهم وفقه لمعانيه. اللهم فقهنا وإياكم في القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يوم القيامة يا عزيز يا رحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: التمسك بالكتاب والسنة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. من أعظم ما يحفظ الله به هذا الدين التمسك بكتاب الله جل وعلا، والاعتصام به، والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأعظم أجرا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وغير ذلك من النصوص التي تأمر بالتمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم المتمثل في كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فتمسكوا بها بذلك وعضوا عليه بالنواجذ إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: طاعة الرسول ومحبته. وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه وأثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى قال على أهمية طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول من طاعة الله. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الرسول طاعة لله، لأنه مبعوث من عند الله، وسنته وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن ذلك العمل بسنته ورفعها فوق الهام والرؤوس وعدم التهاون بها والجد والاجتهاد في تطبيقها. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن زعم أنه يؤمن بالقرآن الكريم وهو لا يؤمن بالسنة فليس بمسلم ولو ادعى الإيمان، فبينه وبين الإيمان كما بين الثرى والثريا. فلا بد من الإيمان بالسنة والعمل بها وتقديمها على كل شيء. لا يزال الناس بخير ما أحيوا السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد أحدكم على أريكته يقول: ما وجدت هذا الأمر في كتاب الله جل وعلا، يعني ينكر السنة